معنا من القاهرة فولك هارد ويندفور، عميد المراسلين الأجانب في مصر. سيد ويندفور، مساء الخير. نور. يعني متابعتك للتطورات الأخيرة في الأزمة القطرية العربية، لا سيما من جهة العواصم الغربية، يعني التحرك الألماني، التحرك الأمريكي، خلينا نبدأ باتصال ترامب بأمير قطر واستعداده أن يدعو جميع الأطراف إلى واشنطن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كيف تراه؟ أنا أقول لك الآتي: أولا قبل كل شيء، نعرف قطر كويس جدا، والجميع والإمارات العربية والسعودية من عشرات السنين، يعني دي أول حاجة. يعني ما حدش يقول لي إن سمعت، أنا قريت، أنا شفت، سمعت وقابلت الأورو. الخلفية دي مهمة. أنا عايز أقول لك حاجة، قطر كان لها طموح من زمان، وفعلا السيولة الكافية يعني بالعربي سهلت لهم حاجات كتيرة تتعمل وتتبني. بس مثلا من أهم الإنجازات في البداية كان قناة الجزيرة اللي اكتسبت شهرة في العرب بالذات، لأن كانت يعني مهنية غير عادية وفعلا، ولكن سرعان ما تحولت إلى أداة سياسية وحتى سيئة بعد ما قطر اتخذت مواقف معينة. مثلا اتخذت مواقف ضد مصر وتؤيد الإخوان المسلمين، ورفضت الاعتراف بأن الشعب المصري أطاح بالإخوان المسلمين في مظاهرات اشترك فيها 30 مليون. طبعا قطر دولة صغيرة، بس هي كانت معتمدة على جهات اجنبيه معينه، منها تركيا ايام اردوغان، طبعا دي واضحه جدا. طب هل رايك سيد ويندفور انه الضغوط العربيه الان على تركيا، ممكن على عفوا على الدوحه، على قطر، ممكن تغير في سياسه الدوحه؟ 100%، لان شوف، بصرف النظر كل شيء، الارتباطات اللي مع امريكا برضه مشكوك فيها، لان من فتره بدأوا الامريكان ينقلوا بعض العتاد العسكري الخاص جدا اللي افقد للقاعده الامريكيه هناك اهميه عسكريه مهمه. ما فيش يعني الاهميه العسكريه الكبيره كان موجوده ايام زمان. وبصرف النظر عن ترامب او غير ترامب، الوضع اتغير بعد ما فشلت جميع محاولات الإخوان المسلمين بالذات، وأؤكد على هذا، أن يعودوا إلى الحكم في مصر بأي طريقة من الطرق. ومعنى ذلك أن العالم الغربي اتضح برضو أنهم فهموا أن فعلا قطر الدوحة عاصمتها كان مقر لجماعة الإخوان المسلمين، وكانوا دائما دائما يمولون الجهات الإرهابية نفسها خلاف المواقف المريبة شوية. نعم. بالنسبة لحتى المملكة العربية السعودية. نعم. ومن ناحية إيران، شوف، أنا شخصيا تعرفت على أحمد نجاد الرئيس الإيراني لما كنت مرة في زيارة في دوحة. يعني العلاقات مع إيران دائما كويسة، بس ده لا يعني شيئا، لأن حتى الإمارات العربية، دبي ودول كلهم من الإمارات عندهم علاقات كويسة مع إيران، يعني هو غير كده ما يفهمش. بس أنا أعتقد الغضب ذات، لما قطر اتخذت مواقف معادية بشكل غير عادي. نعم. اللي بيقول لا السعودية زعلت علشان إيران، لا لو أنا هذه مش جديدة. بس أنا أعتقد في مواقف لسه لم يعلن عنها بعض، بس نسمع عنها. خلينا نراقب ونتابع. أنا أعتقد أن قطر خاسرة رغم ارتباطاتها ماليا، هي أعتقد السياسة العامة لا تفيدها، وحتى ارتباطات المالية في أوروبا والله هي فيها استثمارات بالمليارات قطرية، ولكن هذا لا يعني شيئا. نعم. لو الموقف نفسه العام يتغير، وهو يتخذ، يعني ألمانيا مثلا موقفها من الإخوان المسلمين يتغير،
يعتبروا الاخوان ارهابيين غير ما يعلن الكلمه دي، بس معروفه. وحتى رئيس السيسي مدعو لبرلين يوصل بعد 3 ايام. يعني انا بقول قطر وحيده، يجروا دلوقتي تركيا اردوغان، بس اردوغان نفسه يعمل نعم. هو نفس موقف الدفاع عن نفسه. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فولكهارد وينفور عميد المراسلين الأجانب في مصر.